السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وحتى يرضى وإذا رضي ما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم، أما ثم بعد، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم في مقرر أحياء الدقيقة الميكروبيولوجي مع حضراتكم علاء السعيد أستاذ دكتور علم الطحالب وبجامعة اسكندرية ومعار حاليا إلى جامعة القصيم. بنتكلم في الفيديو اليوم على الشكل الظاهري للبكتيريا بالشكل ده. فبنقول إن حجم البكتيريا احنا اتفقنا إن هو صغير الحجم وإنها محتاجة تتصبغ عشان تتشاف، لكن بنتفقنا إن هي الحجم بتاعها بيقاس بوحدة المايكرون، ودي وحدة صغيرة جدا، فبالتالي محتاجين ان احنا للمجهر ضوئي اللي احنا نفحصها. يبقى عشان نشوف البكتيريا ونفحصها وننصفها الى اخره محتاجين المجهر الضوئي لدقة حجمها وصغرها. مساحة سطح الخلية البكتيرية، وده مهم جدا الحقيقة، في هناك نسبة العلماء حطوها اللي هي نسبة مين؟ كلمة نسبة يعني على طول ايه، كأن كسر، والنسبة دي بتساوي مين على مين؟ النسبة دي اللي احنا بنتكلم عليها نسبة ايه؟ نسبة مساحة السطح. النسبة دي بتساوي، نسبة بتساوي مساحة السطح إلى الحجم، يعني كأن في البسط مساحة السطح وفي المقام الحجم. يبقى الخلية البكتيرية بنحسب مساحة سطحها ونقسمه على حجمها بتطلع نسبة محددة. النسبة دي بقى بتؤثر أهميتها في إيه؟ إنها بتأثر على عمليات التمثيل الغذائي. ليه؟ لأن معظم الإنزيمات وكذا اللي بتفرز من سطح الخلية أو من جدار الخلية بتؤثر في عملية التمثيل الغذائي وهضم الجزيئات اللي موجودة بتاعة الطعام إلى آخره. يعني النشاط الإنزيمي بيبقى على سطح الخلية البكتيرية، وبالتالي بيؤثر على تمثيلها الغذائي كسرعة العمليات يعني. وبالتالي كلما زادت هذه النسبة، يعني لما هي النسبة تزيد امتى؟ لما البسط بيزيد او المقام يقل. يعني لو مساحة السطح كبيرة بالنسبة لحجمها يبقى بيزيد معدل الايض اللي هو الميتابوليزم، واذا كانت النسبة قليلة يعني قل مساحة السطح بالنسبة للحجم زي ما هنشوف فبيقل معدل الايض. الشكل ده بيوضح لنا العملية يا جماعة الخير. لو تخيلنا ان في خلية بكتيرية ابعادها بالشكل ده كده، ده مكعب يعني 2 في 2 في 2، العرض في الطول في الارتفاع، عرض وطول والارتفاع، خلاص. اللي فوق ده اللي هو جوه هنا اللي هو ده اهو، ادي بعد من البعدين، وادي البعد الثالث، ادي البعد الثاني اهو، وادي البعد الثالث اهو، الثلاث ابعاد، عرض طول والعمق او الارتفاع ايا كان، العرض والطول اللي جوه ده وادي الارتفاع. وبما انه مكعب فهنفترض ان هو 2 في 2 في 2 عشان تسهيل الحسابات بس. طيب هنشوف مساحه سطح المكعب ده وهنشوف حجمه. حجم المكعب بيبقى 2 في 2 في 2 ادي 8. طب مساحه سطحه، هو المكعب ده عباره عن كام وجه؟ 6. الوجه الواحد مربع، مساحه المربع ضلع في نفسه 2 في 2 ب 4، 4 في 6 ب 24 اهي. ادي ال 24 اهي، يبقى بنقسم ال 24 اهي بنقسمها على 8 بالشكل ده، فنلاقي النسبة بتاعتنا 3. 24 على 8 فيها 3 او 3 الى 1 يعني نسبة 3. طب نشوف لو الخلية صغرت في الحجم، يعني كلما صغر الكائن ايه اللي يحصل؟ لو الخلية دي تخيلنا انها صغرت بالشكل ده كأنها اتقسمت الى 8 مكعبات، طيب الحجم بتاع المكعب ده الحقيقة مش هيتغير. بدليل ليه؟ المكعب الواحد ده حجمه واحد في واحد في واحد، طب وهم كم مكعب؟ 8. يبقى واحد في 8 8 اهي، يبقى النسبة دي ما اتغيرتش اهي. طب نشوف بقى مساحة السطح. المكعب الواحد ده سنتي في سنتي، يبقى في سنتي تربيع في 6، يبقى في 6 سنتي تربيع اللي هو المكعب الصغير في 8 ب 48 اهم. يعني بنجيب مساحة سطح المكعب الواحد نضربه في 8، 8 مكعبات، خلاص نقسم 48 على 8 بقت 6 يبقى اتضاعفت. يبقى اذا لما حجم الخلية صغر اكتر مساحة سطحها كبر، حجمها ثابت خلاص، فبالتالي حصل النسبة كبرت يبقى مساحة الايض هنا ايه؟ هتزيد. طيب
بنيجي نتكلم على اشكال البكتيريا يا جماعه الخير، فبنلاقي ان في 3 اشكال رئيسيه. بنلاقي في الكرويه او الكريه كلغه عربيه، يعني الكريه اللي هي زي الكوره، وفي العصويه زي ما احنا شايفين دلوقتي اهي خلاص، وفي الحلزونيه واشكال اخرى زي ما احنا شايفين اهو. دي كلها اشكال كثيره من اشكال البكتيريا بالمنظر ده، لكن نقدر كلها نحطها في الشكل ده، لان احنا عندنا حاجتين: اشكال الخلايا وتجمعات الخلايا. هو في فرق؟ ايوه. اشكال الخلايا اهي، ادي الكريه او شكل الكره، شكل العصوي، العصويه، المنحنيه، الحلزونيه، ايوه، واشكال اخرى. طب دي اشكال الخلايا، امال فين بقى حكايه التجمعات؟ الكره دي لو اتجمعت هنا بقت اتنين، هنا بقت سلسله بالشكل ده زي السبحه، هنا بقت زي العنقود او كلاسترز او التجمعات. نفس الحكايه هنا، خلايا عصويه مفرده اللي هي الروت شيب او العصويه، هنا هتبتدي شكل سلسله، هنا هتتجمع مع بعض وهكذا. يبقى في فرق ما بين شكل الخليه نفسها، بوصف خليه واحده، والتجمعات. طب الخليه دي لما تتجمع يعني الشكل بيكون كري، طب تجمعاتها شكلها ايه؟ الشكل خليه عصوي، طب تجمعاتها شكلها ايه؟ الشكل بتاع الخليه منحني، طب وتجمعاتها ايه؟ اشكالها الاخرى تجمعاتها ايه؟ وهكذا. طيب الخلايا البكتيريه لما بنزرعها ايا كان شكلها، بتتزرع يا اما بتكون في الوسط اللي بنزرعه عليها، يا اما وسط سائل او وسط صلب، وبالتالي بلاقي اشكال كتير بقى. ممكن الاقي ان بتكون موجوده في انابيب او اطباق بتري الى او الكونيكال فلاسك اللي هي الفلاسكات او الدوارخ بمختلف اشكالها انواعها، بحسب طبيعه التجربه وحسب الزراعه اللي احنا بنزرع فيها. الوسط اللي احنا بنحط بنزرع عليه اما بيكون وسط سائل او بيكون وسط صلب بالشكل ده، الوسط السائل او الوسط الصلب. طيب اللي هو بيكون في ماده الاجار. وبالتالي شكل النمو بتاع البكتيريا اللي في المستعمره سواء كان في السائل او في الصلب الحقيقه بيكون مميز لكل مستعمره، يعني في كتالوجات زي ما بيقولوا او مونوجرافز او كتب دليل او تعريف بالصور. لما بص على المزرعه كده بالشكل واللون وكذا ونقعد نوصفها، يبقى يعني 90% بنوصل لايه؟ لنوع البكتيريا دي. فبلاقي الصفات اللي انا بنستخدمها ايه؟ الاقي صفات لون المستعمره لونها ايه؟ شكل المستعمره، وده بيكون في المنظر الصحي ببص لها من فوق، قطر المستعمره وده برضو في المنظر السطحي، ارتفاع المستعمره ده في المنظر الجانبي لازم اشوفها من الجنب عشان اشوف ارتفاعها، ثم تحزز المستعمره الحواف بتاعتها شكلها ايه، والملمس لما نيجي نمسكه هل هو لزج ولا ايه حكايته، والصفات الضوئيه هي بتسمح بمرور الضوء ولا لا، هي شفافه ولا معتمه ولا الى اخره، قوام المستعمره زائد كميه النمو. ممكن نشوف الكلام ده كله طبعا هيكون في العملي، لكن ممكن احنا نتعرف عليه من الصوره اللي هي دي اهي. لو بصيت ده جزء من طبق بتري، انا شايل الحواف بتاعته، هنلاقي طبعا هنا اوضح حاجه لون المستعمره، يعني لو بصينا هنا كده لون المستعمره، ادي اللون اللي هو الكريم الفاتح، اللون البرتقاني، اللون المصفر، وطبعا في الوان ثانيه كثيره يعني. يبقى ده من حيث اللون. من حيث قطر المستعمره اهو، بص قطر المستعمره قد ايه هنا، لو بصينا لقطر المستعمره في حته ثانيه هنلاقي ان هو مختلف، قطر المستعمره هنا اصغر شويه، قطر المستعمره هنا اصغر وهكذا. يبقى اذا قطر المستعمره من الصفات اللي احنا بنقيسها فيها لما بتكون اكتملت النمو يعني. تمام. نيجي لحافه المستعمره. لو بصيت للمستعمره دي يا جماعه الخير اهي، هلاقي الحافه بتاعتها اهي مستديره ملساء، انما لو بصيت على الحافه اللي هنا زي ما انتم شايفين معرجه اهو. ابعد كده شويه، يبقى في مستعمرات الاستداره كامله تقريبا، وفي تحزز هنا بالشكل ده، والتحزز ده له اشكال كثيره. يبقى قطر المستعمره ولونها الى اخر هذه الامور. النحله الضوئيه البرتقاني دي هنلاحظ انها غامقه، لو في ضوء جاي من تحتها ما تعدوش قوي. الكريم دي نص نص. نلاقي بقى في مستعمرات شفافه زي على الحرفه دي شفافه فهتعدي معظم الضوء. يبقى اذا دي من ضمن الاشكال المورفولوجي او الشكل الظاهري للمستعمره. في اشكال ثانيه، ايوه اهو. طبعا في اشكال بقى فطريات وفي بكتيريا. احنا بنتكلم هنا على شكل مستعمرات عموما بقى، سواء كانت بكتيريا او فطريات ايا كان. عايزين بس نقول لكم ان شكل المستعمرات والوانها بص متحززه ازاي، الاستداره بتاعتها الى اخره. يبقى في اشكال كثيره من المستعمرات سواء كانت مستعمرات بكتيريه او فطريه من حيث اللون وكذا وكذا وكذا، وبتتعامل بنفس الشكل وليها دليل، بيبقى في كتب ومراجع موجود فيها الصور بالالوان، سهل ان احنا نرجع نقارن المستعمره بتاعتنا بالصور اللي موجوده عشان نتعرف عليها. وبنشوف شكل اخر اهو اللي هو الشكل الانابيب السائله،
ونقدر نتعرف يعني مثلا حاجه زي الانبوبه دي كده اللي هي نان موتايل اهي، اللي هي دي غير متحركه زي كده، لما الاقيها النمو بتاعها بالشكل ده كده معناها ان البكتيريا غير متحركه وده وسط سائل. خلاص نيجي نلاقي ان هي معقره بالشكل ده او ماشيه في شكل زجزاج زي ما هو موجود عندنا هنا، يبقى دي معناها ان هي بكتيريا متحركه اهي بالشكل ده، سواء بالشكل ده او بالشكل ده، دي كانت بتنمو في انابيب. بنيجي بنتكلم على شيء آخر، هنتوقف عند هذا العنوان اللي هو الجراثيم بقى، اللي هي طريقة تكوينها وأنواعها. يبقى احنا هنقف على هذا العنوان اللي هو الجراثيم، احنا خدنا بقى مكانها قبل كده عشان لما احتاجنا نسبقها وقلنا ان هو فيها صفات ايه، فيها صفات تصنيفية. خلاص هنسترجع الجزء ده ثم هنتكلم على طريقة تكوين الجراثيم. وإن كنت أحسنت فمن الله، وإن كنت أخطأت أو نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وإلى أن نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.